أما بالنسبة للسؤال المتوجه إلى الوزير الجزائري، نحن على يقين أن وضعية الإخوان الموجودين اليوم في مالي وضعية صعبة، لكن بحمد الله المعلومات اللي لدينا تبين أن هذه الوضعية الإخوان متقبلينها بشجاعة وبروح مسؤولية قوية، وبنفس الروح المسؤولية سنتعامل مع القضية، ونحن حاملين رسالة مودة ورسالة احترام لكل الإخوان في مالي، وحاملين أكثر من هذا، أمل أن أزمة مالي ستتجاوز إن شاء الله في أقرب وقت ممكن بفضل مجهود الماليين في حد ذاته. أما الجزائري هم اليوم ضيوفهم بين يداهم وتحت مسؤوليتهم، ما هم إلا أشخاص رغبوا أن يقدموا باسم الجزائر إعانة الجزائر وتضامن الجزائر لتطوير هذه البلاد الصديق والشقيق. أتمنى هذه الرسالة اللي نأتي بها اليوم أخذاً بعين الاعتبار سؤالكم الوجيه أن تصل إلى كل ما يقدر يعمل من أجل حل مشكل مالي بصفة عامة وحل مشكل إخواننا في مالي بصفة أخص.